السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتنياهو في وسط الجنود بتاعه، وكان باين ان هو خايف. يعني لو ركزت في الفيديو هتلاقي ايديه كده عمالة تترعش كده، تمام، ايديه بتترعش وتوعدنا. طيب هو كان بيقول ايه؟ بيقولك احنا، او هو يعني، ان نتنياهو هيحقق نبوءة اشعياء بشأن مصر. ودي حاجة غريبة جدا. يعني ايه تحقق نبوءة؟ المفروض النبوءة دي ربنا الاله بتاعك بيقول لك ان هو هيعمل كذا، فان انت تصطنعها، يعني تمسك كلام كده وتقول لا انا هعمل كذا، يعني ايه؟ تقول لا انا هجيب حد واسميه عبد الله، وبعد كده اخلي ابنه اسمه محمد، وبعد كده يبقى المهدي المنتظر واخده واوديه هناك. يعني ده اصطناع للنبوءه، وده هتلاقي كتير منها في كل الاديان وغير الاديان. يعني حتى كل الناس بتحاول انها تشوف نبوءه وتحاول انها تحققها، وده طبعا شغل شعوذة، مش شغل حقيقي. زي فكرة الرد السود، ما فيش حديث صحيح بيتكلم عن الرد السود، لكن تم نشر دوت على اساس الناس كلها تمشي ورا الرد السود، واذا رايتم الرد السود فاتوا فان فيها المهدي، وهكذا. كل دي اختلاق، واليهود مشهورين جدا بالقصة دي. بس عمال يقول لك نبوة اشعياء، نبوة اشعياء، نبوة اشعياء. طب قبل ما نقرا نبوة اشعياء، كان ساعة انقلاب 30 يونيو أو 3 يوليو، الناس عمالة تتكلم بتاع، ف يعني حد عرفه مسيحي مصري قال لي على فكرة في خير كتير هيحصل لمصر الفترة اللي جاية، وده مذكور عندنا في سفر الخروج. قلت له بص، يعني من غير ما أفتح حاجة، أنا قريت سفر الخروج وعارف إن مفيش ولا كلمة حلوة بتتنبأ لمصر بحاجة حلوة، لان يعني اللي كاتب السفر دوت بيكره مصر، ماشي. وحتى ده اللي قاله فرويد، قال لك عقدة اليهود في مصر، اليهود عقدتهم مصر، وبيحاولوا ينسبوا اي حاجة تحصل في مصر ليهم، والكلام ده معروف. طيب فقلت له لا، انت في نبوءات كتيرة في العهد القديم، بس انت تقصد ايه؟ نبوءة اشعياء بس كده؟ قال انت عارفها؟ قلت له اه، بس خلي بالك ان انت لو بتتكلم على النبوة أشعياء ممكن تروح في داهية، لأن مكتوبة كده: وصلت على المصريين مولى قاسيا فيسود ملك عنيف عليهم، هذا ما يقوله الرب القدير. فأنت كده هتخش في حاجة إيه؟ مالناش دعوة بيها. طيب النبوءة، تمام، اللي هو بيتوعدنا بيها، اللي دي بتعش كده وهو بيتكلم، تمام. النبوءة يعني ما تقدرش تحققها، يعني ها هو الرب قادم إلى مصر يركب سحابة سريعة. أشعياء بيتنبأ. يعني الشاب كان بيقول إن هي دي في 2013، ونتنياهو بيقول إنها مثلا في 2025. مين الصادق؟ أنا هقول لك حاجة جديدة، تمام؟ إن النبوءة ديت هقول لك في سنة كام إنها اتحققت أصلا. طيب أشعياء كان موجود سنة كام؟ قبل المسيح ب 500 سنة تقريبا. طيب ما في الفترة ديت كان في مصر نفس الأحداث اللي إحنا بنقولها. يعني هو بيتنبأ بحاجة بتحصل في الوقت ده، أو بعديها بشهرين ثلاثة، أو بعديها بسنة، تمام، لأن تقدير السنة بتاعت أشعياء مش دقيق، تمام. الفترة اللي هي بتاعت اللي بيسمى خطب الفراعنة دي، الاسم الأصح بتاعها عصر الأسرات. ففي آخر عصور الأسرات ديت كان في ضعف لدرجة إن الناس من بره مصر من الجنوب جم احتلوها، وده اللي بسببها يعني الناس اللي هم بيقولوا ان الناس اللي جت من جنوب افريقيا عملوا حضاره وما عملوش عندهم بيتمسكوا بيها. فالفتره بتاعت اشعياء ديت حصل نفس النبوات ديت، ان حصل مشاكل بين المصريين، وكان في مشاكل كتيره والنيل جف. طب انت ممكن تمسك كل النبوءه ديت، تمام، وتقول لا ده دي الشده المستعصميه، لان كلام عام. بس هو المفروض ان النبوءه واحد بيتنبأ بالحاجه اللي هتحصل قريب. يعني ايه اللي هيخليه يتنبأ بحاجة في آخر الزمان؟ هو بيتنبأ بالحاجة اللي هي هيشوفوها بعينيهم، اللي الجيل اللي هو عايش فيها هيشوفها. فالنبوءة تقدر تنزلها بكل أحداثها على الفترة اللي كان موجود فيها في عصر الفرات، في آخر عصر الفرات، لأن هي دي الفترة ال 500 سنة اللي كان فيها أشعياء. طيب أنت لو قريناها سريعا كده، ويعني باحترام على اساس يعني برضو مش عايزين نعمل مشاكل،
وتذوب قلب المصريين في داخلهم، وأسير مصريين على مصريين فيتحاربون، ويقوم الواحد على أخيه، والمدينة على المدينة، والمملكة على المملكة. حاول تفتكر أي فتنة موجودة، هتلاقي إن كل نفس الكلام دوت موجود، لكن الأقرب إن هي كانت في الفترة بتاعت أشعياء. هو بقى عايز يفتعل الموضوع ده، يعني بيقول إحنا هنتسبب في إن إحنا نعمل مشاكل، وإن إحنا هنسبب جفاف النيل، وإن إحنا هنعمل مشاكل من خلال المصريين يموتوا في بعض، وإن إحنا وتاخدوا أرض يهوذا مسار الرعب للمصريين، فاعترف فزع من ذكرها إن رب القدير قد قضى قضاءه على مصر. ما أنا بقولك هي عقدة اليهود زي ما فرويد بيقول هي مصر، وأنا شفت هم خايفين جدا من مصر. تمام، في ذلك اليوم يكون في ديار مصر 5 مدن تنطق بلغة كنعان. مفيش ولا قرية تنطق بلغة كنعان دلوقتي، الكلام ده كان قبل ما ب 500 سنة. تمام، من ناحية سينا كده كان في بينطق بلغة كنعان. ويخلف الولاء للرب القدير، وتدعى أحدها مدينة الشمس، الكلام ده برضه في الفترة دي. في ذلك اليوم يقام مذبح للرب في وسط ديار مصر، ويرتفع النسب للرب عند تخوماه، فتكون علامة وشهادة للرب القدير في ديار مصر، لأنهم يستعتبون بالرب من مضايقتهم، فيبعث إليهم مخلصا ومدافعا ينقذهم. طبعا الكلام دوت أنا جايبه من البايبل جيت واي، ده موقع مسيحي على أساس إيه ما يبقاش فيه أي مشاكل خالص. تمام، طيب دي الصفحة بتاعتي. فالنبوءة نبوءة اتحققت خلاص من زمان وخلصت، وما لهاش علاقة باللي بيحصل دلوقتي خالص، لكن هما بيصطنعوا الحاجات. يعني يقول لك ايه احنا هما بيحاولوا يعملوا ايه، كل ما تيجي مثلا 7 يحاولوا يعملوا نصر، يقول لك ده الرب هو اللي عاملها، انتوا اللي عاملينها. يعني 67 تمام، 48 كانوا عايزين يعملوا 47، بس ما يعني ما قدروش يتمكنوا منها فعملوها 48. هما اللي بيعملوها، يقول لك احنا هنعمل مؤتمر يوم في سنة 1917، وبالاخر لما تيجي ترى التاريخ تلاقي 17 27 37 48، لان هو حاجة مصطنعة، حاجة مش الرب هو اللي بيعملها، ده هم بيخدعوا الناس، وبيحاولوا ان هم يقول لك بروتوكولات حكومة صهيون كتاب غير حقيقي وملوش اي علاقة. ده مش كلامي، ده دكتور عبد الوهاب المسير المتخصص جدا في اليهوديات. انا عايز بس اقوله لما تيجي تتكلم خليك راجل كده وبلاش ترتعش، يعني محدش يضربك على فكرة.